الواحد بيكون فاكر اللي هو تعبان من الفيديوهات، ولكن لما يجي اسبوع يعدي كده من غير فيديوهات الواحد بيحس اللي هو اللي محتاج اللي هو يعمل فيديوهات. صباح الخير ومساء عليكم، الاخبار يا رب كل يكون تمام. من 5 شهور جبت هذا الشيء الايفون 12 برو، وكان قرار مجنون اخدته في حياتي وعملت له فيديو كامل واحنا بنعمل انبوكسنج. الحكايه اللي جبت بيها الموبايل دوت حكايه فعلا انا لغايه دلوقتي مش مصدق ازاي عملتها. الموبايل دوت جالي مع حد غريب، مع حد ما اعرفوش بطريقه غريبه، وكان ممكن اتسرق في فلوس كتير قوي، بس انا مش عارف ازاي يعني وايه اللي حصل. بس جه في الاخر، لو انت عايز تعرف تفاصيل القصه ممكن تفهم الفيديو، هتلاقيه فوق في الاي على اليمين. عملنا فيديو كامل لما جبنا الموبايل دوت من 5 شهور. وخليني اقول لك اني انبهاري بالموبايل دوت من 5 شهور اتغير عن انبهاري بالموبايل دوت دلوقتي. انا عايز اقول لكم ان الموضوع صعب قوي، عارف كده كاني حد بيسالك ايه عيوب صاحبك المقرب ليك. يعني هو اكيد في عيوب لان كل بني ادم فيه عيوب، ولكن ده صاحبك القريب منك جدا فهو انت مش عايز تقول عيوبه، ولكن هو اكيد ليه عيوب. النهارده انا جاي اكلمكم عن شويه عيوب قابلتها في الايفون 12 برو على مدار ال5 شهور اللي فاتت. والعيوب ديت انا ما كنتش متوقع ان انا اقابلها بصراحه، لان انا كنت متوقع حاجه زي ما قلت لكم من 5 شهور كان عندي انطباع وحاليا عندي انطباع تاني. ولكن قبل ما اقول لكم العيوب في نقطه لازم اوضحها، انا ما كنتش بستخدم ايفون 12 برو او حتى ايفون اكس، انا كنت بستخدم ايفون 6s، فانا جاي من ايفون قديم قوي، فمدى انبهاري بالموبايل دوت كان زياده شويه لان انا اصلا جاي من حاجه قديمه. ورغم العيوب كلها اللي هقولها في الفيديو النهارده، الا اني شايف ان دوت اكتر موبايل مناسب ليا. طبيعي كل ما في عيوب وانت بتشوف ايه العيوب اللي مناسبه ليك اكتر اللي مش هتضايقك. فانا بصراحه العيوب اللي في الايفون 12 برو مضايقاني، ولكن في مميزات مخلياني متمسك بالموبايل دوت حتى الان. طيب خلينا نتفق في الاول ان في عيوب انا لو قلتها يبقى انا بقول اي عيوب وخلاص، او بقول اي كلام، مثلا شبه ان في نوتش كبيره في الموبايل، او ان الشاشه مش بتدعم تردد 120 هرتز، او ان مثلا الديزاين مش حلو، لان دي حاجات كلها الواحد بيكون عارفها قبل ما يجيب الموبايل. انا ما بتكلمش على العيوب ديت، انا بتكلم على العيوب اللي انا ما كنتش متوقع ان انا الاقيها، وحاجات كده قفلتني من الموبايل، حاجات بسيطه. على عكس ايفون 11 الناس بدات تشكر في البطاريات، لا ده في تطور فعلا في البطاريه ملحوظ، والبطاريه بقت تمام، الا اللي انا مش شايف كده خالص في الايفون 12 برو. البطاريه هنا هي بطاريه صغيره، يعني تقريبا 2800 ملي امبير، ولكن انا ما بعتمدش مثلا ارقام كتير من شركه ابل، يعني هم بيكونوا عاملين سوفت وير والبطاريه بيعرفوا يظبطوا الدنيا مع بعض بحيث ان البطاريه تقعد وقت كتير زي ما احنا شفنا في الايفون مثلا 11. ولكن ده مش موجود هنا خالص. الموبايل دوت انا بشحنه كل يوم مرتين وساعات 3 وممكن توصل لاربع مرات في اليوم، ودي حاجه بالنسبه لي كجورج ما كنتش اتوقع ان هي موجوده في الفلاج شيب بتاع شركه ابل. يعني انا جايب ايفون 12 برو واحسن موبايل من شركه ابل، المفروض اخد احسن بطاريه، مش بطاريه بالمستوى دوت نهائي. وديت حاجه فعلا قفلتني من الموبايل من اول شهر بدات اخد بالي لغايه دلوقتي، كل يوم لازم اشحن الموبايل مرتين او 3. دي حاجه بصراحه في منتهى السخافه ولا تليق بفلاج شيب لشركه ابل. وعلى فكره الموبايل هنا بيدعم شحن 20 واط لو انت هتشحنه بالكيبل، او لو هتشحنه بالماك سيف لغايه 15 واط، فهو برده مش شاحن سريع قوي، ولكن برده الحق يتقال البطارية اصلا صغيرة فالموبايل بيشحن بسرعة. يعني انا نفسي بشحنه بالكيبل عادي لان انا عايز اخد اكتر سرعة ممكنة، فهو الموبايل بيشحن بسرعة، بس مش عشان الشحن سريع ولا حاجة، عشان بطاريته اصلا صغيرة فبتخلص بسرعة وبتشحن بسرعة. انتوا عارفين حتى انا كنت لسه اقول لكم ان بطارية شبه ديت ممكن نقبلها لو في فئة رخيصة او متوسطة، بس فكرت كده لمدة سنتين بالظبط معظم الموبايلات اللي في الفئة اصلا الرخيصة بتيجي ببطاريات 6000 ملي امبير و5000 ملي امبير وبتقعد اكتر من يوم، فاللي هو دي حتى حاجة مش مقبولة في الموبايل دوت. والمشكلة كمان اللي انت واخد عيوب البطارية الصغيرة اللي هي الموبايل ما بيقعدش كتير، وواخد عيوب البطارية الكبيرة كمان، ان الموبايل وزنه تقيل. الموبايل هنا وزنه تقريبا 220 جرام حاجة كده، واللي هو مش خفيف خالص. الموبايل وزنه تقيل، لو انت جاي من اي موبايل تاني هتحس الموبايل وزنه مش خفيف اطلاقا، الموبايل تقيل. وغير كده الحواف الجديده ديت مسكتها مش احسن حاجه، ولكن بالنسبه لنقطه الوزن والمسكه فديت عيوب مش بتكمل معاك. يعني هي عيوب انت بتلاحظها كل ما تيجي، يعني انا عن نفسي بلاحظها كل ما اجي امسك موبايل تاني واعمل له مثلا ريفيو، وبعد كده ارجع للايفون بتاعي احس ايه ده، الموبايل ده تقيل قوي ومسكته مش مريحه. المشكله ديت ممكن تقابلك فتره قصيره، ولكن بعد كده بتتعود والمشكله ديت بتروح. ولكن اول مشكله بتاعت البطاريه والتاني مشكله بتاعت الوزن والمسكه بيخلي الموبايل دوت موبايل غير مناسب قوي
للسفر والخروجات الطويلة بسبب البطارية وبسبب اللي هو مش أخف حاجة في جيبك ومش أخف حاجة هتكون ماشي بيها. المفروض الموبايلات اللي فيها بطاريات صغيرة تبقى خفيفة، لا ده في بطارية صغيرة وتقيل ف... واو. اوكي، تالت حاجة واجهتها في خلال الخمس شهور اللي فاتت ديت، ودي كانت حاجة بقى عملت ايرور في دماغي كده، هو الأداء بتاع الموبايل. زي ما سمعتوا الأداء بتاع الموبايل، رغم البروسيسور اللي هنا هو بروسيسور قوي جدا وقادر على كل حاجة خصوصا الألعاب والحاجات الباقية. طبعا على فكرة عملنا فيديو كامل بس بنلعب على الموبايل دوت، فيديو كامل بنلعب معظم الألعاب المشهورة على الموبايل دوت، وانتوا حبيتوا فيديو دوت جدا هتلاقوه برضو في الاي اللي فوق على اليمين. اتكلمنا على تجربة الألعاب وعلى قد الموبايل دوت قادر يساعدك لو انت هدفك الألعاب بس كده. انت كمان عندك السوفت وير بتاع أبل اللي هم بيعملوه بقى الجامد جدا اللي مفهوش غلطات اللي ما بيعلقش. لا هو بيعلق، نظام تشغيل iOS 14 اللي موجود هنا بيعلق وبيعلق كل فين وفين بس بيعلق، وده حاجة ما كنتش متوقعها بقى خالص من الايفون 12 برو. التعليق ما بيكونش مثلا في تطبيقات معينة، هو اي نعم الواتساب بالاخص ساعات كتير بيعلق ويبقى لازم اعمل ريستارت للموبايل عشان يفتح من اول وجديد، ولكن بعيدنا عن التطبيقات برضو ساعات الموبايل بيعمل حاجات غريبة كده، ولكن دي برضو بتكون كل فين وفين، يعني مثلا قول مرتين في الشهر مثلا او مرة في الشهر، يعني هو مش وقت معين في الشهر ولا اي حاجة، ولكن بتحصل من فترة للتانية. ومرة على فكرة كنت ماسك الموبايل كده من لا شيء، لقيت الموبايل قاعد يعمل لاج وراح قفل وفتح تاني لوحده من غير اي حاجه. دي حاجه ما كنتش اتوقعها خالص ساعه لما جبت الموبايل وما لقيتش حد بيتكلم عن الموضوع دوت، يمكن عشان هو بسيط ما بيتكررش كتير، ولكن هو موجود. اكيد في ناس بره هنا بيفكروا نفس تفكيري اني اقوى موبايل عند شركه ابل ما بيعلقش نهائيا. لا بيعلق، مش كتير بس بيعلق. طيب اخر حاجه نتكلم عليها، وانا حزين وانا بتكلم على الحاجه ديت لان دي الحاجه اللي انا جايب الموبايل عشانها تقريبا، وهي الكاميرات بتاعت الموبايل. بص قبل ما اتكلم على الحاجة اللي مش عجباني خليني ارص شوية حاجات حلوة كده في الكاميرات، وانا بدافع عن الكاميرات بتاعت الموبايل دوت لان انا بحبها جدا. الكاميرات ديت اعتمادية بشكل غير طبيعي، وانا صورت فيها حتى فيديوهات هنا على القناة. فاكرين البلوج بتاع ايفنت يوتيوب اللي رحنا وصورنا بالموبايل؟ ممكن تعمل حاجات خرافية بالكاميرا بتاعت الايفون 12 برو اذا كان صور او فيديو، وحط 100 خط على كلمة فيديو لان مفيش موبايلات كتير بره بتصور فيديو حلو، فده احسن موبايل بيصور فيديو حاليا بالنسبة لي في السوق كله. بس في عيب بدأت اخد بالي منه الفترة اللي فاتت في الايفون 12 برو، والمشكلة اللي هو كان عيب مش غريب عليا لان هو نفس العيب كان موجود برضو في الايفون 6S اللي معايا اللي اتكلمت عليه في اول الحلقة. والعيب دوت هو ان في لينس فلير كتير قوي في العدسات بتاعه الايفون. اللينس فلير دوت اللي هو بيكون فيه مثلا شبه كده انعكاس شمسي طالع خط من الصورة، ودي حاجة يعني ممكن بعض الناس تعتبرها ميزه، ولكن انا شايف ان هو عيب. يعني الناس اللي بتقول ديت ميزه ممكن تكون حجه شويه، لان اكيد قبل مش قصده تحط حاجه شبه كده وتخليها ميزه من غير ما تعلن عنها وتقول احنا عندنا حاجه شبه كده. غير كده اللي هي موجوده من ايفون 6S والناس بتشتكي منها، والموضوع بسيط جدا، استخدموا عدسات غير ديت شبه بقيه الشركات. اي شركه في الدنيا بتعمل موبايلات، الموبايلات بيبقى فيها فلير ساعات لما تصور في الشمس، ولكن مش بنفس الكميه اللي موجوده في الايفون 12 برو او في الايفونات عموما من ساعه ما استخدمت الايفون 6S. بصراحه الموضوع بيضايق في بعض من الاحيان لما يكون في حد معاه موبايل فئه متوسطه مثلا وبيصور بيه وانت تصور نفس الصوره، وتلاقي للاسف صورته طالعه احسن بس عشان صورتك مليانه كده في كذا فلير في كذا حته. وعلى فكره مش بيكون مثلا في حاجه على العدسه او كده، عشان ساعات كتير بجرب امسح العدسه وبرده بيكون في فلير في الصور، ولكن برده بعيدا عن المشكله بتاعه الفلير ففي عيب تاني في الكاميرا، وهو عيب بسيط قوي مش عيب كبير، وهي يعني ساعات الكاميرا كده بتوفر اكسبوز لوحدها. يعني اول ما تفتح الكاميرا كده تلاقي الدنيا كلها بيضة والكاميرا تقعد ثانيتين ثلاثة عبال ما تمام لا ده في مفيش حد باين اصلا عشان الصورة كلها اوفر اكسبوز، يلا يعني اظبط الدنيا. ما بتقعدش كتير والموبايل بيلحق نفسه، ولكن بالنسبة لي ده حاجة غير مقبولة من موبايل غالي من شركة ابل، واحسن موبايل من شركة ابل لغاية السنة الجاية او لغاية مثلا شهر 9 اللي جاي لما ايفون مثلا 13 ينزل او ما علينا هيكون اسمه ايه. يعني اصلا فكرة اللي انت فيه تضحيات كتير بتعملها في الايفون بتاع السنة دي عشان بس تجيبه مثلا شبه ال5G اللي مش عندنا في مصر، شبه الشاشة القديمة، شبه ان في حاجات كتير قوي ما اتغيرتش، فانت اوريدي في تضحيات كتير بتعملها، فنقول ان برضه يكون في عيوب بعد التضحيات اللي انت عملتها. الموضوع فعلا بيضايق شويه، تحس ان انت دفعت فلوس كتير قوي وموبايل عاجبك وكل حاجه بس في عيوب كده بسيطه وممكن تتصلح بمنتهى البساطه. يعني حاجه شبه البطاريه، انتوا كنتوا عاملين بطاريه كويسه السنه اللي فاتت، راحت فين؟ يعني كانت اغلى، ما كانتش احسن حاجه بس كانت كويسه. ورغم العيوب ديت كلها اذا لسه شايف ان الكاميرا ديت هي اكتر كاميرا اعتماديه بالنسبه لي، ان هي لغايه دلوقتي بتساعدني جدا في تصوير الفيديوهات
ولغايه دلوقتي الموبايل دوت مبسوط بيه جدا. جربت موبايلات اندرويد كتير جدا، ولكن برضو مش قادر استغنى عن الايفون 12 برو لان هو بسطني، ورغم العيوب اللي فيه انا قابلها. يعني لو انت عايز تجيب الايفون 12 برو مش قادر مثلا تستنى 5 شهور لغايه ما الايفون 13 ينزل، فخليك عارف ان في كام مشكله هتقابلك من ضمنهم الحاجات اللي انا قلتها دي. احب جدا اعرف رايكم في الفيديو من الكومنتات تحت، وبرضه في الكومنتات اكتبوا لي نوع موبايلكم وايه المشاكل اللي واجهتكم وما لقيتوش في ناس كتير تتكلم عليها في الموبايلات بتاعتكم تحت، بحيث ان برضه لو حد عايز يشتري موبايل ينزل في الكومنتات ويعرف نفس الحوار دوت ولكن على موبايلات مختلفه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو انت لغايه دلوقتي لسه ما عملتش، لازم تعمل لايك في الزرار بتاع اللايك اللي تحت. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه لو انت لغايه دلوقتي لسه مش مشترك، وتفعل الزرار بتاع التنبيهات عشان الزرار بتاع السبسكرايب لوحده مش كفايه قوي، ممكن الفيديوهات برضه ما تجيلكش لو انت عامل سبسكرايب، فلازم تفعل الزرار بتاع التنبيهات. وبس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. شكرا شفتوا الفيديو، واشوفكم في البدايه اللي جايه. سلام.